نتابع خلال هذا الشهر إجراء الانتخابات المهنية لهيئات المحامين. هل يمكن أن تحدثنا عن أهمية هذه الانتخابات؟ هذه استحقاقات مهنية تكون كل سنة يلتحم حولها جسم المحامين لأسباب أولا ديمقراطية من أجل تنظيم هذه المهنة، كون أن القانون والمشرع والمغرب والدولة المغربية قررت أنها تفوض مرفق الدفاع أو رسالة الدفاع في تدبيرها وتسييرها وحكامتها إلى هيئة مستقلة تجاوبا مع المعايير الدولية والكونية لرسالة الدفاع بمعاهدة دولية تنظم هذا القطاع وهذه الرسالة، بتكريس هيئات مستقلة لديها سلطات معينة في تدبير هذا المرفق، سلطات إدارية، سلطات مالية، تأديبية، قضائية كذلك، وضبط طبعا السلوك الأخلاقي والتقليدي والعرفي الذي يكرس استمرارية نبل هذه الرسالة التي تضرب في التاريخ لأزيد من 1000 سنة. لدينا 17 هيئة محامين في المغرب، لماذا 17 هيئة؟ هناك 17 هيئة نظرا طبقا لقانون منظم للمهنة. هناك هيئة تقام هيئة المحامين بالنسبة لشرط عدد المحامين في دائرة جهوية بانسجامية مع التقسيم القضائي لدى محاكم في دائرة محاكم الاستئناف، وتتمتع باستقلالية تامة برئاسة السادة النقباء والسيدات السادة أعضاء المجالس الذي لديهم صلاحيات متعددة كما أشرنا إليها منذ قليل. كم عدد المحامين في المغرب اليوم؟ عدد المحامين طبعا يتطور كثار نظرا لقضية الولوجية وهذه الامتحانات التي يعني بدأت تتسلسل عبر الزمن، فوصلنا اليوم إلى ما يناهز 19,000 محامية ومحامي ما بين المتمررين والرسميين، ما يطرح طبعا إشكاليات ظروف الاستقبال من حيث التكوين، من حيث التكوين المستمر، من حيث المكاتب التي ستشرف على هذا التمرين، من حيث مواكبة التحديات المتعلقة مثلا بالرقمنة، المتعلقة بتتبع التشريعي، المتعلقة بالتتبع القضائي، المتعلقة بفنون التواصل، فنون المرافعة، المتعلقة كذلك بالذكاء الاصطناعي، المتعلقة بالمنافسة الداخلية يعني بمعنى من داخل الجسم المهني، كما المنافسة في المدار أو المحيط المهني مع المهني المجاورة أو الطفيليين الذين يتطاولوا على المهنة. فهذه كلها طبعا تحدي عمر، يعني المحامون الشباب الذين يلجون المهنة لأول مرة يعني في بدايتهم يعني يعانون من المبالغ التي تطلبها هيئات المحامين، لماذا هناك مبالغ كبرى تطلبها هذه الهيئات وهناك تفاوت حسب الهيئات؟ نعم، الانخراط هو انخراط من أجل الولوج أو الانتماء لهيئة معينة، هذا حق تاريخي لهذه الهيئات. طبعا أن المقابل هو التسجيل في الجدول، هو صلاحية مزاولة مهام الدفاع، مزاولة مهام المنازعة، مزاولة مهام التحكيم، مزاولة مهام الوساطة، مزاولة مهام الاستشارة وفقا طبعا اليمين القانونية التي يؤديها المحامون في المغرب. فهذا حق المزاولة بالنسبة لهيئات مستقلة التي لا تحصل على تمويل عمومي وغير مدرجة في قوانين المالية المتعددة، فهي يعني مستقلة واستقلالية تأتي من هذه الاستقلالية المالية، وما بين يعني روافد المالية لهذه الاستقلالية هو طبعا هي الرهانات المطروحة في هذه الانتخابات والتحديات. أيضا الرهانات هي رهانات كبرى، هناك جدلية ما بين الإصلاح الداخلي والرهانات الخارجية. الرهانات الخارجية هي مكانة رسالة الدفاع في الهندسة المؤسساتية للبلد، في الهندسة الدستورية للبلد،
لا يمكننا أن نتصور، على أن مؤسسة القضاء بمجلس أعلى للسلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة المستقلة منذ قانون 33-17 تذهب في بسرعة معينة، ورسالة الدفاع كجناح من العدالة تذهب بسرعة يعني أقل وتيرة. علينا أن نكون في هذه الهندسة إذا أردنا أن ننهض بدولة الحق والقانون، أن نكون أولا ممثلون في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لأن لا يعقل على أن النيابة العامة ممثلة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية تتقدم بتقارير سنوية لا تمارس عمل الدفاع ولا تمارس عمل القضائي ممثلة بالصفة في هذا المجلس، والدفاع غير ممثل ما عدا إن كان ممثل ببعض التعيينات الفردية لبعض الزملاء القيادمة المناضلين الذين بتوصية من بعض رجال الدولة وكذا يجالسون هذاك المجلس ديال. فهذه العملية تمر من مطلب الدستارة. لذلك من أجل أن نكون يعني في مستوى هذا التحدي الذي يجعلنا أقوياء في التشارك المتعلق ببعض القوانين الإجرائية كقانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وقانون المهنة الذي يحصن ويحمي المحاماة من تلك المنافسة الغير المشروعة ومن التطاول، ويحميها كذلك من شطط في تعامل الفرقاء القضائيون. نرى الآن بعض تمظهرات التعسف في إدارة العدالة وبعض تمظهرات التعسف في سير الجلسات. فهذا الواقع يعني قد نستخلص ونستنتج منها على أن رسالة الدفاع هي رسالة مستهدفة من أجل السير نحو يعني إعدام السلطة التأثيرية أو إعدام يعني شيء من ما المنتظر من قانون المهنة الجديد؟ قانون المهنة الجديد المحامين خصهم اليوم أنهم يدافعون على نوع من الكبرياء المهني، أو يسترجعون هيبة المحامين من خلال النصوص التشريعية والنصوص القانونية. لدينا مجلس وطني للهيئات مقترح، فكيف علينا أن ننتصر للديمقراطية الداخلية داخل هذا المجلس كي يكون هذا المجلس قويا أولا في المشاركة في بناء التشريع المهني، في بناء النصوص القانونية المهنية التي تخدم رسالة الدفاع. وعلى فكرة لما نتكلم على خدمة رسالة الدفاع فهي خدمة للعدالة، فهي خدمة لدولة الحق والقانون، وهذا في صالح الشعب. بمعنى أن هيئة أو مجلس وطني للهيئات يعني سيكون لبنة أولى في أولا تمثيلية المحاماة على الصعيد الوطني، ولما لا في خدمة قضايا كبرى وطنية كمسائل المتعلقة بالوحدة الترابية أو قضايا وطنية كبرى، وكذلك في الاستقلالية الداخلية كالدرجة الاستئنافية للتأديب، عوض أن تكون غرفة المشورة لديها رقابة على قرارات التأديبية للمجلس. وعلى فكرة قرارات التأديبية للمجلس كي المتلقي يفهم على ما نتكلموا على المفارقة ما بين هيئة منظمة والعمل النقابي، وأن القرار قرارات المجلس هي قرارات تستأنف في الدرجة الاستئنافية للقضاء، فهي عبارة عن حكم إن صح التعبير عفوا عن حكم لدرجة أولى في التقاضي. فنحن نطمح أن نرتقي إلى استقلالية تامة بمجلس وطني في الاختصاصات والحكامة المتعلقة بالقطاع. المجلس الوطني تكون له كل الصلاحيات في هذا الباب. من جهة أخرى هو مسألة إلزامية المحامي في كل ما يتعلق بالحياة التجارية والمدنية والقانونية والجنائية للبلد، وهذه المسألة فيها قانون المهنة نعم، ولكن كذلك فيها القوانين الإجرائية. لا يعقل على أن قانون المسطرة المدنية إلى اليوم يتكلم على حق المتقاضي أو الوكيل أو المحامي، إلزامية المحامي في جميع المساطر. القانون الجنائي إلزامية المحامي في جميع المساطر، كذلك تسطير الحدود المهنية ما بين المهن المجاورة. لا يمكننا أن تكون القاعدة التي تمنح للمحامي الاحتكار في صياغة
العقود وفي صياغة يمكن أن نقولها حتى في النظم القانونية أن تكون عرضة لمنافسة غير شريفة من طرف الخبراء المحاسبين أو من طرف الموثقين، مع احترامي للجميع. فيجب علينا أن نكون في مستوى اللحظة، وعلى أن يكون المحامين اليوم أذكياء في ربط ما بين الجبهة الخارجية في الدفاع على كل تلك الإصلاحات التشريعية وتقوية الجسم الداخلي. فهذه الجدلية لا تنفصل، لا يمكننا أن نفصل جزء من الكل، فهذا كل يجب علينا أن نعي به. فلما نفك التناقض الرئيسي بمعنى الاحترام مكانتنا في الهندسة المؤسساتية كما مكانتنا داخل التشريعات الوطنية، فنحن نحل المشاكل اليومية مباشرة للزميلات والزملاء. لماذا؟ لأننا نفرض احترامنا وهيبتنا ونسترجع مكانتها كما كانت مطلع الاستقلال. لذلك هذه الجدلية فهي يعني اليوم هذا الوعي الجماعي ضروري أن يكون حاضرا لدى الزميلات والزملاء.